السلام عليكم ورحمة الله. قدر الله وتوفي الزوج، فهل على الزوج عدة إن توفي زوجها؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. والذين يتوفون منكم وتقبض أرواحهم ويموتون ويتركون أزواجا بعدهم. لاحظ معي أخي الكريم، الفعل يتوفون هو فعل مبني للمجهول، ومنه يستخرج المتوفى. هناك المتوفى وهناك المتوفي. هل تعلم أن تلك الكلمة هي السبب في وضع أسس علم النحو والتشكيل؟ كان العالم الجليل أبو الأسود الدؤلي أبو النحو يسير خلف جنازة، فقال له رجل: من المتوفي؟ فأجاب: الله عز وجل. ولكن الرجل كان يقصد من المتوفى، فكان هذا هو السبب والدافع لتشكيل الكلمات بالفتحة والضمة والكسرة والسكون، وأزواجا جمع زوج، وتستخدم للزوج والزوجة. فإن توفي الزوج وجب عليهن التربص بأنفسهن والانتظار مدة العدة. وكانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها بقيت حولا كاملا، أي سنة هجرية كاملة، في حجرة ضيقة قذرة مظلمة، وظلت في هذه الحجرة معزولة، لا تآكل ولا تجالس ولا تغتسل بالماء. ولا شك أن في هذا ظلم وجور عظيم على تلك المرأة المسكينة، فجاء الإسلام بخير الأحكام فأوجب عليهن الانتظار والتربص بأنفسهن 4 أشهر و10 أيام تامة وكاملة. وهذا من الوفاء بالزوج المتوفى، وحفظ لكرامة الزوجة، واستبراء للرحم من الحمل. ولكن هل هذا حكم عام لكل زوجة توفي زوجها؟ ماذا عن الزوجة الحامل في أول حملها إن توفي زوجها؟ هل تمكث فقط 4 أشهر و10 أيام؟ أم تمكث حتى تضع حملها؟ وماذا عن المرأة الحامل في الشهر التاسع إن توفي زوجها؟ هل تمكث مدة العدة 4 أشهر و10 أيام؟ أم تمكث حتى تضع حملها؟ حصل خلاف بين العلماء في الرأي، فهناك من قال تمكث مدة عدتها 4 أشهر و10 أيام، وهناك من قال بل تمكث حتى تضع حملها. وهناك رأي ثالث لعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن يتربصن بأنفسهن لأبعد الأجلين، وبذلك يكون قد جمع بين الآيتين، عدة المرأة المطلقة الحامل وعدة المرأة التي توفي عنها زوجها. ومعنى ذلك إن كانت المرأة في أول الحمل تنتهي عدتها بوضع حملها، وإن كانت المرأة في الشهر التاسع من حملها تتم عدتها 4 أشهر و10 أيام. فلو اقتصرنا على آيات القرآن الكريم في أحكام العدة للمرأة المطلقة والمرأة المتوفى عنها زوجها لصرنا مع رأي سيدنا علي وسيدنا عبد الله بن عباس. ويأتي هنا دور السنة الشريفة في تبيان الأحكام. فأخبرتنا السنة الشريفة أن هناك امرأة تسمى سبيعة الأسلمية كانت حامل وتوفي زوجها في حجة الوداع، وسرعان ما وضعت حملها وبرئت من نفاسها، وتقدم إليها الخطاب ليخطبوها، ومن وسط الخطاب تقدم إليها رجل كبير في السن يسمى أبو السنابل فرفضته، فقال لها: ما أنت بناكحة حتى يمضي عليك 4 أشهر و10. فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: كذب أبو السنابل، حللت فانكحي. وبذلك تكون السنة الشريفة مبينة لنا لهذا الحكم، فحكم المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها أن تضع حملها وإن كان بعد الوفاة بيوم واحد. وماذا عن الزوجة غير المدخول بها إذا توفي عنها زوجها؟ ما هي عدتها؟ أجمع العلماء أن كما لها الميراث والصداق فعليها العدة كاملة 4 أشهر و10 أيام. فهذا هو حكم الله الواجب على كل زوجة توفي عنها زوجها، صغيرة أو كبيرة أو آيسة، مسلمة أو كافرة، مدخول بها أو غير مدخول بها.
ولا يستثنى من ذلك إلا الحوامل، فتكون عدتهن بوضع حملهن، وفي فترة العدة لا يخرجن من منزل الزوجية إلا للضرورة أو الحاجة، وألا تتزين بالملابس المزخرفة والحلي والحناء والكحل والميك أب، وألا تمس الطيب والعطر والبرفيومز، وألا تخطب، وألا تتزوج في فترة عدتها. ولا يكون هذا الحكم إلا للمرأة التي توفي عنها زوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ومع الأسف الشديد هناك الكثير من النساء من يرتدون ملابس الحداد على الأب والأخ والابن أكثر من 3 أيام، وقد يصل الأمر إلى 40 يوما. وللزوجة في فترة عدتها أن تغتسل، وأن تطبخ طعامها وطعام أبنائها، وأن تصافح النساء الزائرات لها في بيتها، وإن كان للبيت حديقة خاصة لها أن تخرج فيها، وإن كان للبيت سطح لها أن تصعد عليه، وخير لها أن تشغل وقتها بذكر الله، وتكثر من الدعاء لزوجها المتوفى. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فإذا تمت المدة وانقضت العدة فلا إثم عليكم يا أولياء النساء فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، فلهن الخروج والتزين والزواج على الوجه المقرر شرعا. فإن خرجن عن حدود المعروف بالتبرج مثلا، فعلى أوليائهن منعهن من ذلك، وبهذا تعلم الزوجة بعد انقضاء عدتها ما لها وما عليها. والله بما تعملون خبير. والله سبحانه وتعالى خبير بأعمالكم الظاهرة والباطنة الجليلة والدقيقة، وسيجازيكم عليها. وهكذا القرآن يربي الإنسان على مراقبة النفس في كل زمان ومكان. جزاكم الله خيرا. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير.